بونسوار. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل كلها أكيد منشوفها بعد شوي. ننتقل هلأ على فقرة صورة وشمسية. وصلتنا اليوم صورة من مارون بموضوع الغيوم. بعتولنا صوركم تتربحوا معنا جايزة بكل آخر الشهر. ننتقل هلأ على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. منبلش جولتنا مع القاهرة 34، تونس 31، الرباط 24، الخرطوم 38 درجة، بغداد 36، دمشق 31، القدس 30، المنامة 35 درجة، والختام عم بيكون مع الكويت 41، الدوحة 40، أما رياض 36 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. عم بيكون في عنا طقس قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم تتراوح بين 19 وال 30 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 25 درجة، أما بالداخل عم تسجل أقصاها 30 درجة. جولتنا اللي بتاخدنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش مع عكار 29، طرابلس 30، الأرز 20، الكورة 29 درجة، الهرمل 29، القاع 28، بعلبك 26، ريق 25 درجة. نوصل بجولتنا عجبال 31، فريا 25، جونيا وبعبدا 30 درجة، وبيروت كمان عم بتسجل 30 درجة مع طقس قليل الغيوم. مثل ما شايفين عم بيكون في عنا ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. زحلة 30، شتورة 29، عنجر 30، مشغرة 29 درجة، نوصل عجزين ورشية 28، مرجع عيون وبنت جبال 29 درجة، والختام عم بيكون مع بيت الدين 30 درجة، أما صيدا صور وكانا 31 درجة. كيف رح يكون الطقس بالثلاث أيام الجايين؟ منشوف سوا. منبلش مع بكرة الثلاثة. مثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا طقس مشمس إلى قليل غيوم مع حرارة عم تتراوح بين 23 وال 30 درجة، ارتفاع بسيط لنهار الأربعاء تتوصل حرارة أقصاها لل 31 درجة، أما انخفاض لنهار الخميس تتوصل حرارة أقصاها لل 28 درجة. على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين 9 وال 20 درجة. بعتولنا صوركم على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن. أكيد شو ما كان طقسكم المفضل، لاقونا عطول على المستقبل.